مرحبا بالجميع. ماسترو سيرسي هو اسم مستعار أطلقه طلابي من متعلمي اللغة الإنجليزية الناطقين بالإسبانية. اسمي الحقيقي إيوان إلفيس سيرسي. أنا مدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في كلية مجتمع في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أيضا مدرس لمحو الأمية في مدرسة ثانوية خاصة في ويلمنتون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. في أوقات فراغي، أنا رائد أعمال متسلسل، أتنقل بين 3 شركات ناشئة بدأت منذ سنوات ولكن لم يكن لدي الوقت الكافي للتطوير بشكل كامل، بما في ذلك التعليم الإلكتروني بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيرسي بلوكتشين من إنجان ديستريبوتد كومبيوتن، وكاليفورنيا انترناشونال أونلاين المدرسة. أعمل في مجال الأعمال التعليمية منذ أكثر من 30 عاما، بصفتي مدرسا في مدرسة ابتدائية ومدرسا في المدرسة الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى مدرس مساعد في الكلية والجامعة. لقد قمت بتدريس آلاف الطلاب من جميع مناحي الحياة وتعلمت الكثير من تفاعلاتي معهم. إنه لشرف وامتياز أن أعلم الآخرين، وأنا أعتبر نفسي محظوظا لأن أكون مدرسا وأن أعمل مع طلاب هم بشر رائعون. لقد قضيت بعض الوقت في زيادة معرفتي وتعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد حصلت على بكالوريوس الأوداب في اللغة الإنجليزية من جامعة ولاية كاليفورنيا في لونج بيتش، كاليفورنيا. لقد أكملت العديد من الاعتمادات في التعليم الثانوي واللغة الإنجليزية والتعليم الخاص عبر جامعة ولاية كاليفورنيا ونورثريدج وجامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. تم إجراء جزء كبير من تعليمي عبر الإنترنت في الجامعة الوطنية، حيث حصلت على اعتمادي في التدريس الثانوي وشهادة الماجستير في التدريس والتعلم وشهادة الماجستير في اللغة الإنجليزية. على الرغم من أنني مدرس لغة إنجليزية، إلا أن اللغة الإنجليزية كانت لغتي الثالثة بعد الرومانية والفرنسية. لقد ولدت وترعرعت في بوخارست، رومانيا، خلال الديكتاتورية الاشتراكية الشيوعية الصعبة لنيكولاي تشاوشيسكو. في رومانيا كنت أتحدث الرومانية والفرنسية بطلاقة. درست الموسيقى في مدرسة موسيقى مرموقة لبضع سنوات، حيث غنيت وعزف الكلارينيت والبيانو. عندما انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 1983 مع عائلتي، بدأت في تعلم اللغة الإنجليزية كمتعلم مبتدئ للغة الإنجليزية. لقد كنت محظوظا لأن يكون لدي معلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية إيجابيين ومرحبين الذين ألهموني لأن أصبح مدرس لغة إنجليزية. منذ ذلك الحين تعلمت التحدث باللغة الإسبانية من زملائي وطلابي. تعلمت أيضا الحد الأدنى من اللغة التركية في منتصف التسعينيات عندما عملت كوسكرتير للقنصل العام لتركيا في لوس أنجلوس لمدة 2.5 عام تقريبا. أعيش حاليا في مقاطعة ساوث أورانج بجنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. لدي عائلة صغيرة بما في ذلك زوجتي التي ولدت وترعرعت أيضا في رومانيا، وابني البالغ من العمر 17 عاما والذي ولد في كاليفورنيا أنهى دراسته الثانوية مبكرا، وهو الآن يدرس في جامعة ويسترن جوفرنرز ويدرس شبكات الكمبيوتر. لدي أيضا كلب بودول يبلغ من العمر 7 سنوات يدعى جوجو. يبقي جميع أفراد الأسرة مستمتعين ومهمتين. لم تكن الحياة سهلة ولا مريحة بالنسبة لي، لكن الصعوبات التي واجهتها جعلتني الشخص الذي أنا عليه اليوم. لقد فقدت والدي بسبب المرض في سن مبكرة، وعشت في الفقر وانعدام الأمن المالي لسنوات بعد الانتقال إلى الولايات المتحدة، واضطررت إلى العمل الجاد على الصعيدين المهني والأكاديمي للبقاء على قيد الحياة والمضي قدما. أقدر العمل الجاد والاحترام والتصميم، وأحاول غرس أكبر قدر ممكن منه من خلال تحفيز جميع طلابي.